أما إذا تركها ليس جحدا لوجوبها، هو يقر بأنها واجبة لكنه تركها تهاونا وكسلا كما هو شأن الكثير في هذا العصر، فقولان لأهل العلم: هل يكفر أو لا يكفر؟ الصحيح أنه يكفر، لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.